جايز، بعد فترة طويلة من غياب عن الفيديوز، أول الفيديوز كانوا هيك فور فان، صراحة تفاجأت بالنتيجة اللي طلعت منهم، وكثير ناس حبت وقالت لي إنه ليش مش عم تنزل وبدنا نشوفك عم ترجع تنزل وهيك، فقررت نكفي بهول الفيديوز. This weekend عنا هيل كلايم ريس، هالسنة أول مرة بجرب هالنوع من الريسز، عادة بس شارك سبيد تيست ودريفت، بس هالسنة قررت نجرب بعد هالشغلة. اكيد الهيل كلايم هي اصعب بكثير من سبيد تيست، لانه فيها سرعه اكثر، فيها خطوره اكثر، فيها كمان اتس مور تكنيكال اكيد. فقررت بلش فيها كاماتور كاتيجوري، اكيد عم شارك بالحمراء يلي هي فولي ستوك، بس الموتور تبعها ام 50 وعليه 3 لتر من تحت، بس هيك ندس النبض يعني مثل ما بيقولوا. اول سباق عملناه كان بجبال، بدنا نعمل نتيجه ثانيه، كان عم بيصير معنا مشكله بالسياره، عم يضل يفلت معنا قضيب الميزان من ورا على عمارة الشمال، فكان كل كوع عم جرب لفه عم بدق الدولاب وعم بيأخرني كتير، فبدنا نعالج هذا الموضوع اليوم وبدنا نحضرها ونعملها فول تشيك اب للأحد. هذا الأحد عاملينه الريس ببديدون، منطقة اسمها بديدون، حلو كتير هونيك فوق، طريق ضيقة كتير تكنيكال، ما فيها كتير سرعة بس بدها تكنيك. بدنا نشوف قداش فينا نجرب نجيب نتيجة بالحمرة، أكيد I will push to the limit. نحن بعدنا we're getting a feel يعني عن هيل كلايم ريس وهيك، وان ذا مين تايم عم نحضر السودا تتصير فول ريس سبيك، كمان لانه هي ما كانت هالقد ابجريدد يعني، كمان قطعها بعدهم كان ستوك وهيك، ف بنشارك بالحمراء كرمال ناخذ هيك خبره مثل ما بيقولوا على الهيل كلايم، وبنرجع بس تجهز السودا مزبوط نرجع بنبلش نشارك بالكاتيجوري الاعلى اذا الله راد. يلا خلينا نبلش نجهز الحمراء ونتقبل معنا مشوار. هلأ بدنا نفحص زيت ومي تنتأكد انه مش ناقصين وكل شيء تمام، مش من زمان مغيرين الزيت سو منا عايزة شو ناقصة؟ اوكي هلأ بدنا نحطها على السكانر تنشيك انه كل شيء الكترونيكلي مزبوط. هيدي السودا بعدها من اخر سبيد تيست ما تغسلت، بعدها واقفه مثل ما هي، بتاخذ قرار فيها انه رح تنعمل فول ريس سبيك، رول كيج قد ما فينا، ويت ريدكشن، غير سسبنشن، 5 لوك كونفرجن، يعني كلها رح تتغير السياره. واخر شيء رح نجرب نعمل ابجريد للانجن من بعد ما نعمل اول شيء قصص البرانيه، نعملها تيست بنشوف شو اللي بعد بدها وبنزيدها. هلا نايمة، فكانت كنا بلشنا فيها. صباحو، يوم ريس داي، صفينا هلا السيارة بالباك فيرمي، ما بقى فينا نزيحها من مطرحها. طقس كتير حلو، شمس قوية يعني زفت بيكون حامي، سو ان شاء الله بيكون نهار موفق للجميع، وتنشوف شو فينا نعمل نتيجة.
خلص السبق المفروض من ضحكتي يكون مبين شو النتيجة. هلا بعد شوي بنحط شو النتيجة. السبق كان كتير حلو وطريق منا كتير هينة بتزحط، والله الحمرة اشتغلت شغل حلو منا عاطلة أبدا السيارة، أكيد بدها بعد كتير شغل يعني، بس قدرنا نجيب فيها نتيجة الحمد لله. يلا نشوفكم. اول فات رير ويل درايف اماتور بيحتله مارك جبرايل، بيحتل مارك كمان فات الاوفر اول اماتور.